أمل؟ خير خير، ايش صاير؟ أنت تسأل ايش صاير؟ أنت تسأل ايش صاير؟ اسأل ولدك هالدب ذي، من شفنا ولدك وأمه ما شفناه خير. يعني هالولد هالدب راح يجيب لي صرصور مراوي لي زينب ومن الخوف طاحت. قسما بالله ان صار شيء في زينب ان لا اصلي فيك شرق، والله العظيم. هدي طول بالك شوي. زين زين، هذا يسوي المشكله. انا شكو انا شكو، الدب عندك. ثاني شيء واحده ايش كبرها؟ تخاف من صرصور؟ ايه مشونا زينب، يعني مشونا كله شافت صرصور. عنا بتضيع الجردون هالقد، بيمرق بالمطبخ عادي، بياخذ درايف ثرو بكفي. صرصور هيدا يعني. اسكتي عني لاني مو فاضي لك. سكتي احسن لك. دكتور دكتور. ايوه طمني يا دكتور. ايوه قولي طمني على زينب، ايش صار؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا خدنا وقت طويل قوي لحد ما رجعنا الايدين ورجلين مكانهم، الحمد لله. اي رجلين واي رجلين؟ صاحي ين صاحي، ركز. زينب زينب زوجتي. ايه ده، انتوا مش اهل المريض اللي كان وقع في المصنع وقطعنا له المشنت؟ يا حبيبي تكفى ركز. زينب زوجتي. اه شنو صار عليها؟ طمني. زينب 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 يا اخي، زينب دي زي الفل. زينب دي جميله جدا، هي بس الصدمه كانت قويه عليها شويه، بس الحمد لله بقت تمام 100 100. تكفى تكفى يا دكتور. الجنين اللي في بطنها الحمد لله بخير. الايه؟ الجنين. جنين؟ جنين مين يا سيدي؟ ما فيش جنين ولا في اي حاجه. في ايه دكتور؟ المره اللي راحت انت بلسانك قايل لي زينب حامل. لا بقول لك ايه، ركز بقى انت شويه، انت تعبان ولا ايه؟ انا قلت زينب حامل؟ انا دكتور. نعم. تكفى تكفى هالمره بس. نعم. تكفى تكفى، ركز وقول لي انك انت قاعد تتغلط، ان زينب حامل والجنين بخير. تكفى يا دكتور. تاخد البلطو انت الدكتور ولا انا يا سيدي؟ يا سيدي ولا حامل ولا حاجه، ما انا قلت لك مفيش جنين ولا في اي حاجه. انا عارف، معلش انا بس تلاقيني قلت ايه، انتوا عيله مجانين، فانت سمعتها جنين مجانين واخد بالك، لكن اصلا لو في جنين ولا حاجه ما تقلقش، انا عايزك تثق فينا ثقه عمياء، لان الثقه دي هي سر نجاحنا. دكتور انت من صدقك؟ انا من صدقي. اتفضل اتفضل. ايه قعدتوا تحكوا عن الصرصور، منيح طلع في صرصور حتى قدرتوا تعرفوا الحقيقه. برافو يا ماما. ليش ما قلتي لي يا زينب؟ ليش شددتي علي وما قلتي لي الصدق يا زينب؟ يا عبد الحميد مو بوقته، خلها ترتاح الحين وبعدين لكل حد الحديث. يا خالتي انت الله يهديك بعد، لا حول ولا قوه الا بالله. بس ليش يا زينب ليش ما قلتي لي؟ انا خالتك ليش ما صرحتيني؟ يعني يا خالتي ايش تبيني اقول لك؟ انت ما شفتي شكل عبد الحميد يوم استانس ومات من الفرحه ان انا حامل، والحين شنو؟ الحين انا لا حامل ولا في اهل من الاساس، ايش تبيني اقول لك؟ زينب انت متى عرفتي؟ خبرين يوم ترقدت أسرار في المستشفى. اي انا هني جيت زرت الدكتور، من وقتها ما قدرت اني اقول لكم. سامحيني يا خالتي سامحيني. إيه. عشان كذي ما كنت تخليني اروح معك المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. يا امي مش لاقيك النوم يا وقعتي وما حدا سمع عليك يا خالتي، ليك البنت حتروح من بين داينا، خذوها على شي مستشفى او شي شغله. يا يبا احنا في المستشفى مو بسوبر ماركت. شوي 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 يا امي، قرب شوي شوي قرب يا تقبرني، قرب بوس عمتك، قرب خليه بوسك، يمكن اخر مره بشوفك فيها، قرب يا تقبرني. بعيد
بعيد، انت بالذات ما بيت شوف رجعت وياك خالتي تصرفي. ايه شو بك عم تفقعي هيك بالصابه؟ شو فاهمة نحن جايين نشق عليكي؟ تعبانه تبترقي تعبانه. معلش معلش ما سمعتيهاش يا خالتك عم صابه مثل هيدا مثل الورد بتعيط عليها هاي. معلش تعبانه معلش. امشي يا ماما امشي تقبرني ننزل على الكافيتيريا ناكلنا شي لقمه. بتعيط قال روحي تقبرني تعال. الله يعين الكافيتيريا بيخلصون الاكل اللي بالكافيتيريا. معقوله؟ معقوله الدكتور يكذب؟ شلون الدكتور ويكذب شلون؟ يبا هالدكتور اهبل ودائما يلخبط بين المرضى، يعني مسوي عملية عين يقول مسوي قسطرة في القلب، واللي ريوله تعوره يقول شايل المرارة، هالدكتور اهبل يا جماعة ما يفهم اهبل. خلف اهدى وانا اخوك اهدى يا ابو النسب وفعليك، جعل الموضوع فيه خير ان شاء الله. انت اسكت ولا كلمة، كله منك ومن ولدك العلة. يا ابن الحلال ولدك شاف لك الامر، تدري لو مو الله ثم ولدي كان الحين شاري ملابس وشاري ذهب وما ادري شو، بالعكس وفر عليكم فلوس. شيلوه من قدامي ترى بذبحه، قوم اطلع برا. اقلك اطلع برا. خلاص عبد الحميد خلاص هدي 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 خلاص فيكم؟ يا استاذ عبد الحميد يعني اقول لو تهدي يكون احسن، وهذا طبعا امر الله سبحانه وتعالى ولعل الامر فيه خيره. نعم قضاء وقدر قضاء وقدر. خلاص عبد الحميد الله يرحم والديك، لازم الحين تراضي زوجتك وطيب خاطرها. تبي الصدق؟ صراحه المره ما هذب. اي والله يا فرعي كلامك صح ما له هذم. اي والله هي مسكينه متضايقه اكثر مني. اسمحوا لي بمداخله، انا اسف اني انا ادخل في الموضوع هذا، لكن حقيقه كنت انا واخوي خالد ناويين نطلع طلعت بحر. ها ونشوف البحر ونشوف، وكان الحقيقه اخوي خالد ناوي يجيب زوجته معاه. فانا اقول يعني ترى يعني لا تزعل مني، انا اقول ليش ما تاخذ زوجتك وتطلعها هناك عشان على الاقل تغير جو. يا بشير انت تشوف هاي وقتها الحين؟ هاي وقتها الكلام؟ بالعكس هذا احسن وقت واحسن جو واحلى علاج. اي على الاقل تطلعها من هالجو النفسي اللي هي فيه. إيه تدري اول مره تقول شيء صح. الله يطول لي عمرك الله يطول عمرك. لا وبعد عندي اقتراح ثاني بعد. ايش عندك بعد؟ انا اقول يعني يا عمي انا اقول يعني يا عمي لو بعد ميمي تطلع معانا طال عمرك وتغير جو وتغير نفسيه طال عمرك. ايش بلاك انت استحلويت؟ شنو عمي شنو ميمي؟ عيب استح. ايش بلاك يا فري ترى زوجته ترى بس باقي العرس، بعدين خلي المره تطلع وتغير جو مع الحريم. ايش بلاك؟ وبعدين يا عمي ترى يعني حدي نفسك، ترى احنا لو طلعنا بنحط حاجز بيننا وبين الحريم، وبعدين شوف طال عمرك احنا الحمد لله ما عندنا لا اختلاط ولا خربطة. يعني صراحة ما تاخذوني على هالكلمة، بس في شغلة بدي أقولها. أنا من لما جيت لا رحت شفت البلد ولا كزدرت ولا شميت هوا نظيف، هو مشوار واحد على البحر كون بدي روحه وحضرتك نغصتي علينا. عملي معروف غيري بقى أبي سوشي. ليش هيك صاير احكي معها؟ هي عم تقولي لي لا إلي شو جدي ما تعرفين تتكلمين صقر حجي شحكيت يعني. معلش يا يما معلش، وافقي يا يما روحي هالرحلة وبعدين إن شاء الله الأمور بتصير زينة، ترى النفسية مهمة حق هالسوالف. خالتي اسمحي لي مالي نفس. صحيح كلامها يا زنوبة، انت لازم تطلعي وتغيري نفسيتش، واذا طلعتي صدقيني بتقولي الحمد لله اني طلعت وسأنا مقرب. يا مريومة يا بنات ترى صدقوني مالي نفس خلاص. لا حبيبتي عاد لا 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 لا، انت بتطلعي يعني بتطلعي غصب طيب بتطلعي؟ ما معقولة ما معقولة نخليش تدخلي في حالة اكتئاب. ايه مش معقول معها حق. ما شاء الله خايفة تدخل في حالة اكتئاب ولا عشان روميو حبيب القلب يروح؟ والله ضحكتيني يا إصراره، وأنا أشوف الإصرار معزمة بتروح. شوفي يا يما ترى كلنا نبيك تروحين، يلا عاد قولي تم. قولي 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 قولي. خلاص يا بنات علشانكم تم. دام انه تم حلو، موضوعك عندي، موضوع الحمل عندي، اعرف لك هذاك الدكتور بس لا يا حبيبتي بروفيسور. ايه بخليك تحملين، تبين اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وتوم وكلهم في بطن واحد. حاشا هذه ما حرمه، سنوره. سنوره؟ شو يعني سنوره؟ سنوره يعني هذه بسينه بسينه مياو مياو مياو. ايوه
اصرروا ما عليك منهم، تكفين انت رفيشتي. قولي الصج، هذا البروفيسور يعني اللي تقولين عنه صج يعني بيخليني احمل شيء طبيعي وتوأم ولا شنو؟ ايش فيك؟ اقول لك بروفيسور يعني بروفيسور في كل شيء. يعني طب شعبي؟ شوف هاي شو تقول طب شعبي؟ اي طب شعبي؟ احسن من الطب الشعبي حبيبتي، هذيل الناسيون من الهند، من السند، من موزمبيق، من اليابان، من كل مكان، وهو يروح يرجع لهم في يوم واحد. لا والله هذا ما دكتور، هذا ساحر. اي ساحر؟ وش الكلام اللي تقولينه؟ تقولي لي نساء اي ساحر اي خرابيط؟ احنا ما لنا في السوالف. ايه انا قاعده اقولها من الصبح بروفيسور. مريومه ولي سيمج خلاص، اسرار حبيبتي انا معاك، انا موافقه. سوي لي معاه موعد، ما ادري تصرفي انت. خلاص حبيبتي، ايه انا بسوي لك موعد، بسوي لك كل حاجه، بس ها ابيك تضحكين، تطلعين اسنان اللولو، تفرفشين، توردين خدودك، تطلعين زنوب القبليه، سمعتيني؟ ايه وخلي الموضوع علي. تم. يا الله. اقول لك انا هذه الرحله ما بروحها، انت اللي جابرني اني اروح هاي الرحله، تعالي وجاملي وطالعي وشلي، بصراحه انا مالي خاطر اروح هذه الرحله. خلاص خلاص سكتي ولا رحم ولدك بس. مريم مريم يا هي خلاص عادية. ما أطيب السمكة يشوى على النار، هيا لنأكله برفقة الجاري. ما أطيب السمكة يشوى على النار، هيا النار تاكلك يا عباد الشمس. شو اللبس اللي انت لابسته؟ تبي تفضحيني قدام هدى وزينب؟ روحي روحي بدري، هاللبس اللي انت لابسته شو هاللبس؟ مالت عليش انت وهدى وزينب حبيبتي، انا عروس جديده، مو باغت اني اجيب لك قلايه ولا مريوله الطبخ. لا حبيبتي لا تبي لي قلايه، بس ترسي سياره من اغراضك، ترى كلها الا رحله، احنا مش مهاجرين. اقول لك حبيبتي انا هذا نظامي في الرحلات، عاجبنش ولا ما عاجبنش؟ خلاص خلاص واللي يرحم والديكم. خلاص ترى فضحتونا عند الجيران، الجيران سمعوكم بس. خلاص خلاص سمعوا سمعي انت وياها وياها، اي كلمه ثانيه خلاص انا بكنسل طلعت. لا 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 اخوي لا لا كلنا بلا كنسل الرحله. لا 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 هاتي 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 العوره، هاتي بشيل عندك، هاتي هاتي. لا لا اقول لك انا اركب السياره. ايه اركبي يلا بسرعه. اركب قدام؟ لا اركب ورا ورا. ها مركب هذه الرقطه قدام؟ اي نعم. وين مد الشنطه؟ يلا خلص يا تقبرني خلص، حتشبع فواكي، خلي جوعتك للحمي. عملت لك كل شيء في اكل طيب، وعملت لك سندويشات ومقلوبه باذنجان ورز عالدجاج، وعملت لك ورق عنب. بابا بابا شو مسويه يا يمه؟ شنو ذي؟ ليش رايحين رحله ولا مجاعه؟ ليش هالكثر اكل يا يمه؟ ترى ريايل جايبين لحام جايبين دياي، مجهزين ومرتبين كل حاجات الطبخ، ليش هالكثر؟ كثر شو يا خالته؟ لك هاو هيك كم لقمة هيك نقرشهم على الطريق نتسلى نحن ورايحين. هاي تتسلى تقرشين الله يهديك، علي ضيعتش بالسم تاكليني انا. يا خالته ليش هيك انت معي؟ ليش هيك معي يعني؟ عينك بلقمتي؟ ما طالعين نتسلى وننبسط، مرقي لي هالنهار. تسلي يما تسلي تسلي. شو شايبة؟ تعالي تاكلي لك كيكاية هيك بلي ريقك فيها. خدي. سخنين بعدهم هلا عملتهم. اعطي ولدك. خد يا تقبرني خد. ها يبا يبا وحطب ان شاء الله. شنو هاللبس هذا؟ بوني انت؟ شنو هاللبس يعني كاشخ هذا؟ يا خالد تركوا خلي يلبس الصابة، خلي يقوى يطلع رجال. يابا اسبقهم اسبقهم. وين اسبقهم؟ وين اسبقهم وانت راكب سيارة ما تمشي ما تمشي؟ لك خالد بحكيش هيك مع الصابة، بكرة بيتعقد ببطل ياكل بتنقف صحته. يقبرني بابا بابا. ممكن تمر على محطة البترول؟ ليش بعتها بتشرب بترول؟ لا اكل فطاير طيبين. فطاير شوفي وتقولين هذا هذا تنسى نفسه؟ شفتت؟ ايش عندك لفت ورا؟ عيب عيب. انت اخوينا مو فيك معصب، انا قصدي بس اطمن على الجماعه، اخاف يضيعوا ولا حاجه. سبحان الله ما بشغلت ما بشغلت، يضيعون ما يضيعون ما بشغلت، سامعه الجماعه يدلون طريق، انت خلي عين السيده وما بشغلت. يلا عاد الله يرحم ما تولي يستحون. انت احترمي نفسك ولا تجلسي تعقي علي حكي، فاهمه ولا لا؟
سمعوا انت وياها ترى مره ثانيه انا عادي ترى ما عندي مشكله انزلكم وين في الشارع انت معها انزلكم عادي اروح البحر سامعين بصراحه اخويني عندك حق انا وهذه الرقطه ما يصير نجلس في سياره واحده اساسا ما تمشي فينا سفينه ها ايش تقصدين بعد ايش تقصد قصدها واضح والله لو تطلع روحك سمعتي لو تطلع روحك ما في روحها معاه سمعت ولا لا اخوينا ما عليك منها هذه تسوي سوالف اصلا انا ما بغي يصير مكان ولا حاجه لا شو ما باغي بعد خلاص عاد معلش انت انا براويش بس عاد يا حبيبتي بس والله العظيم ما تدرين ايش كثر اني انا مستانس انك بس وافقتي تطلعين معنا الرحله تغيرين جو خلاص يا حبيبتي ربك كريم الله بيرزقنا ان شاء الله اهدي ابتسمي ايه الله يسمع منك يا حبيبي امين امين يا رب يا رب هاي كنا السواق بابو ورانا صح وين ايه غريبه ايش بلا لاحقنا هاي خالتك وي 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 يا فضيحتنا وقف على اليمين وقف يمكن صاير شيء عبد الحميد يات وي 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 خير اللهم اجعله خير يا خالتي اي خير وين رايحين مخليني احنا كنا نحسب انك انت رايحه بالسياره الثانيه اي سياره ثانيه وانتم مخليني انا بروحي اي بس ما يصير شنو اللي ما يصير ما تستحون انتم مخليني انا بروحي امرنا لله ما اسمع اقول توكلنا على الله حياك اي والنعم بالله يلا 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 تفضلي اهلا وسهلا بخالتي صبي شاي خالد سمعنا اغنيه سمعنا شيء سمعنا اي حاجه اخي شغل اذاعه دي جي اسمعك اغنيه حبيبي خلني اصور وترزق الله انا مو طالع عشان اقعد ويا وجيكم الودره انا طالع بس علشان اصور يبا زعت يا اخي انت 24 ساعه تاكل يا اخي زد حلجك لا تخرب الفيديو من طلعنا وانت تاكل حسه ان شاء الله زين يا خالد شوي على الولد الله يطول عمرك كله تصرخ عليه بس بعدين هدي يعني انت بالطريق اترك عنك السناب والتصوير يا اخي انت شكو محامي الولد انت خلني اصور لو سمحت مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير حبايب قلبي طالعين رحلة انا وأمولة وبشركم صرنا احسن من الاول ومن معاي احمداني يبا شفت شلون احمداني قال يبا الحمد لله بدا يتعلم اللهجة ولابس ثوب وان شاء الله يكشخ ومن معاي بعد بشور يا حبيب قلبي خالد الله يطول عمرك انتبه يا خالد عطني الجوال ايش خلنا نكمل عاد يا شيخ اعزائي المتابعين يا هلا ويا مرحبا فيكم احنا رايحين رحله بحريه باذن الله انا وشريكي خالد طبعا خالد صرت انا يا شركاء في الشركه شركه مين في شركه انسبانا يعني صارت الشركه شركه فاميلي راح اقول لكم على اشياء لا ليش اقول لكم لا 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 تابعونا يا متابعينا انا وشريكي خالد يلا عاد ها ايش رايك شنو جايب الناس هالكثر ليش ترى هاي تقعد وتحطهم على البحر وتصور تسوي جلسه شوتينج يعني في الكاريبي قاعد بالبيت حلوه انا احب الكاريبي لحظه يبان سندروني ربعك سني لا والله هاي رجل الاعمال اذا تكفى رد عليه وحط سبيكر يا اخوي لا تبلشنا احط سبيكر حط سبيكر اقول لك الو هلا حبيب قلبي كيفك الو مرحبا خير ان شاء الله في شيء ايه في شيء شي معقد شي ممتاز مجرد فيديو واحد عن الرحلة ولا على سناب ولك المتابعين مكيفين الفيدباك ممتاز جدا برافو على بشير وأفكاره حاضرين حبيب قلبي عشان تعرف ان بشير أفكاره حلوة وجهنمية بس انت الله هداكم ما أعطيته فرصة
دخلك صوتك مغير. لا لا هيدا سامح ملؤوف كثير ملؤوف بيتلاقف بس عادي يعني انا وسامح تعتبرنا واحد. ايه ايه معك حق يا سامح، نحن لازم نعطي بشير فرصة أكبر. يعني على كلامك حبيب قلبي إنه معناته إنه في عقد جديد لبشير. لا يا حبيبي لا ما في شيء جديد، أهم شيء إن شاء الله الثنائي يتعاونوا معنا إنه نعلي الجرعة شوي صغيرة، هيك بيكونوا الكل مبسوطين. طيب حبيب قلبي بنكلم الغني وسندور. السني وغندور إيش فيك؟ اللي هم نكلمك بعدين حبيب قلبي، باي باي باي. بص هنولع على البحر. لا لا أنا اللي أنا عايز أشوف كيف بتصيد سمك. لا أنا كيف أنت يا ريس سمك. أنا في الصيد ده ما تعرفنيش، عارف كلب البحر؟ أيوة أنا كلب البحر. يا هلا يا هلا صباح الفل. صباح النور، شو أخباركم؟ الحمد لله. أنا ما أقدر صراحة على كشخة السني. لا 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 أنا في الشغل الرسمي كاشخ، في الشغل الشعبي كاشخ، في الرحلات أبو الكشخة. يا سلام. السني ملك الرحلات. بعدين تعال شنو هاللي في يدك؟ ده كريم برونزاج. اخاف تحط برونزاج تصير كباب. يا لا مش خفي بدمك يعني ولا شيء. لا لا يعني هو حاول يمزح معاك. لا 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 ده برونزاج عشان يديني لون برونزي. وين اركب انا؟ انت تبي تسوق؟ بس انت تقعد ورا. لا لا شكرا شكرا. لا منا يا خالد. خالد تعال هنا، تعال هنا. وين؟ تعال هنا ابعد، ابعد عن الذالي ابعد، تعال هنا تعال ابعد عن الشر والنيله. تعال حياكم الله. يا هلا يا هلا والله. يلا حياكم الله. يلا حطوها حطوها حطوها. يلا 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 ضبط ضبط ضبط. يلا يلا وين السناح؟ السناح وين؟ خله 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 يطلع عمر. صبر صبر لا تتدخل لا تتدخل. تعال هصب صومي صومي تعال. يا اي بخرس بخرس. قم قم لك طيب لكم. يلا يلا ارجع 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 يلا مالك شغل انت مو مال رحله. يلا يلا يا اخي ترد تدخل من هناك. مكان جاي احد ثبتنا زين. خلاص انا بنادي الحريم وباي. ها لا 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 انا بنحنا دي. تعال لي فشلنا هذا. روحني الله بسكه مسك ولي يرحم والدك. لا لا تهدى. انا اللي بروح. انت خليك انا عشان اريحك بس. قاعد زين قاعد ورا. وده وده يا خالد لا تفشلنا. وين يا سلام؟ هلا يا سني يا سلام ملك البحار. لا 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 ملك الرحلات. هاي الربع من قال شاي فحم؟ ما تشوف بيدنا جاي حول. قسما بالله العظيم. يا ريال اقول يا شباب. نعم فعلا الجو جميل ورايق ورايق رايق. هي حريم مو رايقين في هذه الحلوه. حلوه عمانيه على اصولها سبحان الله. حلوه تقدم حلوه. ما تنبغى. والله يا مريم ما حدش تغزل فينا بنتغزل في حالنا. ما اقول العاد. بس تعرفوا يا صبايا المحل بجنن بجنن. طقس رائع والمحل كتير حلو. طبعا حبيبتي هذا ذوق زوجي بشير. والله مزوق بشير. تعرفوا شو؟ ما اجتني فكرة. مو شو رأيكم ننام هون الليلة؟ شنو تنامين هني؟ شنو انتي خفيفة قدري شوي؟ بصراحة بصراحة فكرتش فنانة. شش اسكتي شفيتش وطي صوتك ليسمعنا أخوك ويسوينا سالفة. أسرار انت شفيتش حبيبتي؟ ترى بشير زوج مريم. ليش بحسستنا انه ما بينهم عقد زواج؟ حبيبتي زنوب لما يعرس ويسوي عرس بعدين يستوي خير. وانا من رايي اني اخذ هذه السكين ونحرش فيها واخلص البشريه منش ومن شرورش. يا مريم يا مريم هاي السكينه اصلا نفرم فيها البقدونس. بعدين انت ليش بدك هيك توسخي ضيك بشيء بيستاهلش؟ اي والله صدقا هي ما تستاهل. حبيبتي امل. نعم احترمي نفسك. لا خذ وجهك وافرك فيه في التراب. معي هيك عم تحكي؟ وش الحاله بدك تبرمغي فيه؟ ماما انا جوعانه. انت يسوي لك الجوعان كنت العب. جوعانه جوعانه عيل هاللي في يدك شنو؟ انت باقي شوي تاكلني انا. يا خالتي شو بك شوي شوي عصبي يعني تقبرني. حبيبي مش شايم ريحه المشاوي؟ روح عند بوك خليه يعطيك صيخ. يلا بابا الله اكبر عليك. والله ما اقول اعطيني لقمه اعطيني لقمه بس هون. علاش انت ولدك؟ يا سلام انت لك اللي جاهز. ريحه المشاوي كثير حلوه. الله يخرب بيتك ست سندويشات خلصتهم. ريحه المشاوي داخله من نوزي لراسي كثير طيبه يعني بدي ادوق.
ادرس يلا لا 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 خلي يسوون لك الحريم ايش فيك انت رجال على الولد انت الله يهديك ذبحنا 24 ساعه ياكل هذا هو ذبحكم هو ما ذاق اكلي ما ذاق الطبخ اللي انا اسويه يا شباب لا حد يسوي شيء وقولوا لهم لا حد بلغوهم لا حد يطبخ انا اللي بطبخ كفو لا عاد وانا ويش فنان في الطبخ تاكل الاكله من اصابيعك عدها قبل ما تاكل حتاكل اصابيعك معاها بس خلني اروح اجهز البهارات واجيبها لكم يا يا الربع يا الربع تعال سام ماشي وين رايح بس اقول لهم يجهزون البهارات قاعد البهارات هذا كل بهارات اني قاعد اركز قبل اكت على كل شيء قاعد يا عمي يا عمي الله اكبر خايف على سندريلا يا عمي انت ليش زعلان الله يطول عمرك هدي نفسك هدي اعصابك هدي كل شيء انا اللي بطبخ وبسوي لكم الطبخ حلو اسمع اسمع اطبخ وانت ساكت اطبخ يلا عد يلا حريم قاطين عبيهم قاطين عبيهم ايه بس اقعد قم انت قم قم ساعد رفيجك التنبل حبيبي انا شغلي حلو بس مشويات مالي فيها لا تنكد لا والله انت اللي تنكد يلا رد عليه اشوف رد عليه يلا رد عليه لا والله حلوه حلوه يا النسيم كثر منها اقول عمي نعم ما عندك مقص ليش حبيبي اشوف شعري كل ما سويت كذا نزل على عيوني نزل على عيوني قلت عاد خلني عاد اقص على عشان ما يضيع الاكل لا عشان في هواء لو ما في هواء بيوقف نفس القنفذ كذي بيوقف اموره طيبه طماط حط طماط قرب الطماط قرب الطماط حط الطماط حط الطماط يا اخوي هذا تكسيسك هذا تكسيس هالكبر حب تحط لي الطماطه كامله جايب سكينه رايحه فيها يا اخي ايش اسوي ايش حط السكينه خير يا جماعه ده كتير قوي وبعدين الدلع ده انا خايف اتعود عليه اتعود على الدلع من يحق لك تتدلع يا استاذ غندور احنا كم غندور عندنا واحد بعدين مع فيصل وسامح مش حتقدر تغمض عينيك الا يا استاذ السني بس يعني اعذر جهلي عندي سؤال تفضل تفضل اسال يا استاذ فيصل يعني شو السر في خبرتك الكبيره هذه والسر في ان كل الموظفين يحبونك والله ده بفضل الله السر في كلمة المحبة الله أنا بحب الموظفين بتوعي والموظفين بحبوني كلهم الله شوف الحب مهم في العمل ما شاء الله إيه الزين يعني سؤال ثاني يعني أزعجتك نعم أنت أكيد كل الأشياء السرية والمشاكل اللي تصير في العمل والملفات أكيد تمر عليك صح؟ نعم أنا أقول لك أيوة بالنسبة أنا أقول لك للموضوع حاجة ده؟ لا 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 موضوع إيه ما ذقت عنب أنت اليوم أنا أشوفك مساعة ما تأكل عنب والله يا فيصل أنت مهتم بيا بزيادة وأنا دمعته قريبة حبيب قلبي أنت على راسي أنا كنت بقول في إيه؟ كنت بتقول عن طريقة إدارتك للشركة العظيمة إدارتي للشركة دي جات من نتاج خبرتي الطويلة ولتفكيري خارج الصندوق وداخل الصندوق بالمناسبة أيوة. أنا بديت من موظف صغير واتدرجت لحد ما وصلت مدير عام يا جماعة ما تيجوا نكمل كلام عند اللحمة بالمناسبة اللحمة دي استرالي ولا سوداني؟ لا دي سوداني عسل يا شبني والله جزاك الله خير حط 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 خرب خرب يا هذا طباخ مهاري هذا خله أصب لك شاي واه 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 شريحة هذه هاي هاي انت مو فيش احترمي نفسك وعز النعمة أصلاً ريحة الأكل وايد غاوية والريحة الخايسة تعرفيها منين؟ أكيد منش يا عديمة السبوح الله يسامحك يا خالتي شفتي ليش ما كنت أبي آيي؟ عشان هالصداع أنا لو قاعدة في البيت أبركلي أسراره؟ نعم أنا في موضوع من زمان حابة أحكيك فيه تفضلي حبيبتي أنت حبيبتي ايه؟ أنت ليش هالقد زنخة وسائلي ونفسيتك مش حلوة وبحسك مدري كيف تتعاطي مع مريم؟ أنا محلة من زمان كنت قلعتك من البيت ليش أنتي؟ سكري حاجز وحط لسانك في لهاتك انت دخلت بينهم حبيبتي تتدخل تتدخل ونص هذه صديقتي ورفيقة دربي اما هذه مسودة الوجه عديمة السبوع عقابها عندي ارجع البيت وراويش خلاص خلاص ولا كلمة ولا كلمة بس 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 قطعي قطعي الله 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 وش هالريحة الزينة؟ وش هالشي الحلو؟ أقول تسلم يدينك يا بشير الله يسلمك يبارك فيك لا الحقيقة شغلك حلو شغلك حلو فكرة
تبي صدق؟ الريحة مش ممكنة. بس صدق والله وين تعلمتها؟ وين تعلمها بعد الله يضل؟ هو جاي من السعودية مع أربع خرفان ياكل ثلاثة على الدرب ورجع واحد. الحقيقة يا عمي شوف السفر يعطيك معلومات ويعرفك على أشياء ما تتخيلها. تعلمت الطبخ، تعلمت طال عمرك أني أسوي علاقات وأسوي تجارة، عشان كذا طال عمرك صرت شريكك في الشركة. الله يطول لي عمرك. وعلي ما شفت لذيك اللي تمشي 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 وتتحنقل بدرعات بضف وعلي ضحكتيني يا خالد. والله ضحكتيني حمودي. خالد شفتي وين احمد؟ وياكل راح ويا ابو خلينا ياكل المكان. ما اقول لك عاد يا خالد يا خالد يا خالد يا خالد I'm